وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، يعني صف لنا الأجواء لديك بعيدا عن السياسة، يعني نريد أن نعرف الفعاليات الرياضية، المسابقات الترفيهية، ما يحدث لديك كل لحظة في العالمين الجديدة. تحياتي إليك من العالمين الجديدة، وكما ذكرت بعيدا عن السياسة، ودعونا يعني نكون في أجواء الفرح والمرح هنا في العالمين الجديدة، حيث من المتوقع أن يزور هذا المهرجان الكرنفالي نحو مليون من الزائرين، سواء كانوا من المصطافين أو من الزائرين في سياحة اليوم الواحد، الذين يأتون لمتابعة الأحداث مرة، يعني كما يقول الإنجليز وان جو، يعني مرة واحدة، ويعودون مرة أخرى إلى القاهرة أو إلى حيث يعيشون. الأجواء الاحتفالية ما زالت مستمرة، والأجواء الكرنفالية ما زالت مستمرة، في أجواء نستطيع أن نقول بأنها أجواء صيفية معتدلة، ويعني شمس معتدلة. نتمنى من الجميع أن يكون المصريون جميعا هنا في هذه اللحظات الرائعة في العالمين. طبعا فترة وسط الأسبوع في العالمين الجديدة تشهد الاستعداد على قدم وساق، وخلية نحل تعمل في كل الاتجاهات للتحضير لاحتفاليات نهاية الأسبوع من كل أسبوع. وطبعا الحدث الأبرز الذي ينتظر الجميع هذا الأسبوع، وتحديدا يوم الخميس ويوم الجمعة، هو الحفلان الغنائيان الكبيران. الأول يحييه الفنان الكبير مدحت صالح، والثاني يحييه الفنان الكبير محمد منير، والفنان الجميل حميد الشاعري معهم في الحفل. ننتظر نهاية أسبوع جميلة ومشوقة ومليئة بالأغاني الدسمة من الزمن الجميل لكل محبي الفنانين حميد الشاعري ومحمد منير ومدحت صالح على أرينا العالمين. هذه هي أبرز الأحداث التي ننتظرها خلال الأيام القليلة القادمة. وفي الأثناء يتزامن حضور المزيد من المصطافين والزائرين من المصريين أو الأشقاء العرب المتواجدين بكثرة هنا، والأجانب للاستمتاع بالجو الخلاب للساحل الشمالي. وفي الحقيقة أن العالمين الجديدة يعني أصبحت حتى مزارا لسكان العالمين القديمة، اللي هم السكان الأصليين الذين يعيشون هنا، أصبحت متنفسا جديدا لهم، يخرجون يقضون فيه أوقات طيبة، خصوصا لأن المسافة ما بين العالمين الجديدة والقديمة لا تتجاوز 10 كيلومترات، فهي مسافة تعتبر بسيطة جدا ومتنفس. نعم. لأهالي حتى المنطقة. نعم. إليك. نعم باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.